في الفيديو ده هكلمك على 5 أسباب ليه انت محتاج تعمل دراسة جدوى عشان تعرف تدير المشروع اللي انت هتخشه وتستخدم أساليب مبتكرة لإدارة الموارد المادية والمالية وإنك تستثمر صح وإذا كانت الظروف المحيطة بيه أصلا هتخليه قابل إن هو يتحقق ولا لأ وإيه هي دراسة الجدوى بالظبط. كل ده وأكتر هتعرف عليه في الفيديو دوت، فمتنساش إنك تعمل لايك وفولو. يلا بينا. دراسة الجدوى هو تقرير بيتم فيه تقييم عدد من عوامل السوق اللي بتحدد جدوى المشروع ده. التقرير دي بيقدم إرشادات عن تحديد الحجم المناسب لمفهوم المنشأة لتلبية شروط السوق وتعريفات النجاح. دراسة الجدوى بتاعتك بتفحص السوق ومنها المرفقات المحتملين والمنافسين بتوعك واللي بيقدم خدمات مشابهة وتكاليف وإيرادات المرافق المحتملة وخيارات تطوير المشروع. باختصار دراسة الجدوى هتساعدك على تحديد تعريف أو تعريف مجتمعك للنجاح واستدامة النموذج بتاعك، وهتساعدك كمان في تحديد أهداف المشروع بتاعك ده. وهبدأ لك في رقم 1 من 5 أسباب اللي هكلمك عليهم في الفيديو دوت، وهي إن دراسة الجدوى بتوضح جدوى رؤيتك. كل تطوير بيبدأ بفكرة، وبينما البعض بيتحط الاحتمالات اللي كانت ضدهم ونادرا ما بتنجح الأفكار دي من غير ما قيمها صح في البداية، بما فيهم منين هيجي العملاء دول ومين اللي انت هتنافس معاهم عشان تكسب العملاء دي، هتقدر تقيس احتمالية تحقيق تعريفك للنجاح. من المهم ملاحظة ان دراسة الجدوى ممكن تكون جزء مهم جدا من تحديد الحجم المناسب لرؤيتك. رقم 2، دراسة الجدوى هتساعدك على تحديد اهدافك وغاياتك. الافكار كلها مهمة وحلوة، لكنها مش اقل اهمية من تنفيذها. دراسة الجدوى هتساعدك على تحقيق الاهداف اللي لازم تحدد لتحقيق النجاح من خلال توفير معايير مرجعية لجدوى مشروعك، زي اذا كان مجتمعك عايز يبني مرفق رياضي داخلي او خارجي مثلا، ممكن ما يكونش عندك صورة واضحة للتكاليف البناء، بس دراسة الجدوى هتساعدك على انك تفهم تكاليف منشأتك بالاضافة الى العوائد المحتملة منها. بالمعلومات دي ممكن تحصل على الموارد اللازمة لاكمال مشروعك او تحديد الحجم المناسب والمبالغ المناسبة اللي انت تحتاجها لمشروعك ده. رقم 3، دراسة الجدوى بتساعدك على تطوير الخطة بتاعتك. الافكار والاهداف مفيدة، بس لما تبدأ تشتغل عليها اثناء تحديد اهدافك بمساعدة دراسة الجدوى بتاعتك هيكون عندك فهم افضل للخطوات التالية في دور التطوير. ممكن تعمل خطة برنامج لمنشأة بالحجم المناسب وتدمج مع التنبؤ المالي ودراسة الاثر اقتصادي لجذب الشركاء بتوعك مثلا، او انك ازاي هتعرف تطور الخطه بتاعتك دي قدام واهدافك كلها تكون قدامك. دراسه الجدوى بيساعدك على تنفيذ الخطه بقى. ممكن نقول ان اكبر فائده لدراسه الجدوى هي انها بتوفر لك المعلومات المحدده اللي يتطلبها مشروعك عشان يكون مستدام. من خلال فهم تكاليف التطوير والمشهد التنافسي ومنين هيجي العملاء المحتملين والايرادات المحتمله، وهتقدر تحس بمصادر راس المال والشركاء ونماذج العمل المطلوبه لتحقيق النجاح. مكونات دراسه الجدوى هتكون زي خريطه الطريق اللي بتوصف لك المسار الامثل عشان تمشي منه عشان تحقق اهدافك. دراسة الجدوى هتديك هوية، لما تيجي تخطط لمرفق رياضي او ترفيهي مثلا هيكون عندك فكرة عامة عن اللي الناس اللي انت بتستهدفه، ومع ذلك لجذب الجمهور ده لازم تفهم احتياجاتهم بالاضافة للمشهد التنافسي بتاعك. ودراسة الجدوى هتساعدك جدا في انك تفهم اللي الناس عاوزاه واللي انت تقدر تقدمه. وبس يكون الفيديو بتاع النهاردة خلص. رب كده اكون عرفت ايه اهمية دراسة الجدوى وليه لازم تعمل دراسة الجدوى لأي فكرة تيجي في دماغك. وبس ما تنساش انك تعمل لايك وفولو. سلام.